اهلا وسهلا بيكم، انا معتز هاني ودي قناة كتب وسينما. هنتكلم النهارده عن فيلم بيبر لايفز، والفيلم ده تركي وموجود على نتفليكس ومن انتاج 2021. الفيلم بيتكلم عن قصه، يعني قصه صعبه جدا، بيتكلم عن اولاد الشوارع والناس اللي موجوده بقى بتعمل يعني في موضوع جمع القمامه، والناس اللي فقدت امهاتها او امهاتها تخلصوا منهم في صغرهم وتركوهم للشارع وحياه الشارع. ومن بدايه الفيلم هو عايز يوريك الحياه الصعبه اللي عايشها الناس دي، وبيوريك يعني عربيه فارهه كده وهي بتزمر لميمت، وميمت ده اللي هو محمد، وطبعا هو بقى بيدير مكان وتحته عمال لجمع القمامه وكده، وبيعيدوا تدويرها وبيكسب الاموال، ولكن هو بيساعد الناس دي لان هو برضو مر بظروف صعبه جدا وهو صغير. بيكون المعامله معاهم بشكل جيد جدا، ويعني بيجيب لهم اكل، بيتقاسم معاهم اي حاجه، بيديهم الاموال. فميمت هو شخصيه طيبه وعايز الناس دي تعيش عيشه كويسه وما يعانوش اكتر من اللي هم عانوه زمان نتيجه فقدانهم لاهاليهم، او ان هم دلوقتي يعني امهم تخلصت منهم وسابتهم لحياه الشارع. اللي قايم بدور ميمت هو النجم شاتاي اولوسوي، وقايم بالدور بشكل رائع جدا، وخصوصا في التويست بقى اللي بيحصل كمان في النهاية. تمثيله في الفيلم ده كان اكتر من ممتاز، والفيلم يعتبر مش بطيء ولكن احداثه ماشية بشكل سريع وجيد، وخصوصا بقى من لحظة ايجاد طفل معين بتنقلب بقى من بعد الطفل ده الاحداث، وتختلف حاجات كتير في تفاصيل الفيلم، ويبان حاجات كتير في شخصية ميمت. وميمت طبعا بيعاني من في الفيلم ده من ظروف صحية صعبة جدا، سواء في الكبد او الكلى، وبيجمع الاموال بقى في العمل اللي هو بيديره، ومستني دوره في عملية تبرع جايله للاعضاء لانه طبعا ظروفه الصحية سيئة جدا. وبنشوف شخصيات تانية هامة في هذا العمل، زي الشخصية اللي هي قايمة بالدور اللي هو تحسين، او كمان صديق ليه موجود برضو ليه في هذا المكان او المستودع لجمع القمامة، واللي كانت علاقتهم ساعات تبقى جيدة وساعات يتشاجروا مع بعض، ودايما بينادوا بعض بكلمة اخي، يعني كأنهم اخوات كلهم مع بعض. كذلك الطفل طبعا اللي قايم بدور علي، اللي هو علي طبعا ده برضو كان قايم بدور بشكل جيد جدا، والتصوير بقى واختيار الاماكن اللي بتدل على يعني الفقر بقى اللي فيه الاحياء دي، واماكن تانية فيها للأحياء الغنية، ويوريك الفجوة اللي حصلة في اسطنبول. واللي بيزيد جو الغموض في الفيلم هي في سيدة كده بيشوفها في الأول ميمات في المستشفى، وبعد كده بيشوفها مرة تانية ويشوفها كمان، فالست دي هي وراها حاجة معينة، وهنبقى نتكلم في فقرة الحرق عن تفاصيل أكثر. ففي بعض الأجواء كده هتلاحظها من الغموض شوية في النص الاول من الفيلم ويزداد بعد كده. فالفيلم جيد جدا، ويعني هو يعتبر رسالة للتسامح بقى مع الناس دي وظروفها والحياة الصعبة اللي هم عاشوها، والظروف القاسية جدا في حياتهم اللي هم اولاد الشوارع، وكمان ازاي ان حد يكون مر بظروف صعبة معينة يحاول يخلي التانيين ما يمروش بنفس الظروف، حتى لو هيضحي بحاجات كتير، ولكن اهم حاجة عنده انه ما يشوفش التجربة دي بتتعاد قدامه تاني ويوقف هذه المأساة. الفيلم كان جيد على مستوى التصوير والتمثيل، وكمان الموسيقى كانت رائعة جدا كعادة الأفلام التركية. أما التويست اللي حصل فيه بعد كده، وشفنا المفاجأة في نهاية الفيلم، فده كان رائع جدا، وده اللي هيخلي التقييم للفيلم أعلى من المتوقع، وتقييم لهذا العمل هو 8 أو 9 كمان من 10. الفقرة الجاية دي هيكون فيها حرق كامل لأحداث الفيلم، فلو لسه مشوفتش الفيلم ممكن تقف لحد الحتة دي. شفنا بقى الست اللي كان شايفها في المستشفى، وبعد كده شافها في محل الهدوم، وكمان شافها في بعد كده برضو وهو بيتعالج ساعة ما اتضرب من المجموعة اللي هي برضو بتقوم بجمع القمامة. فإن هو يعني بيشوف أمه في وشوش الناس، سواء الست اللي كانت بتعالجه، الممرضة، أو واحدة قابلته في المحل، مفتقد أمه بشكل كبير جدا. وهو الفيلم كله بيدور حول ميمت، وإن شخصية ألي أو علي اللي كان موجود ده هو شخصية وهمية وغير موجودة، ولكنها بتجسد طفولته وكل اللي عناه. احنا بنشوف هذه المعاناة من خلال شخصية ألي، سواء ان هو موضوع شم الغراء والمادة المخدرة دي اللي حصل لألي، ده كان حصل اصلا لميمت فعلا وهو صغير، او سواء موضوع الضرب من زوج الام، وشفنا ده بقى وهو بيروح في بيت في النهاية، وده كان البيت ده بيبص عليه اصلا في بداية الفيلم، كنا بنشوفه كده بيبص لشباك معين.
واكتشفنا بقى ان البيت ده هو كان البيت اللي كان فيه طفولته، ولكن طبعا يعني كانت والدته خلاص سابت هذا المكان، وهي والدته كانت تخلصت منه وحطته في مكان القمامة من كتر الضرب اللي كان بياخده من زوج الام. فهي يعني كانت الظروف الصعبة اضطرتها لعمل هذا الفعل الصعب، وكانت اقوى اللقطات بقى التمثيلية اللي شفناها في النهاية من ساعة ما الضرب ودخل المستشفى، وبعدين عرف ان علي مفقود او علي مفقود، وبدأ بقى يخرج ويعني يقوم ويجري من المستشفى ويروح البيت اللي هو كان فيه طفولته. وهنا بقى عرفنا لحظة الحقيقة، ويمكن اللي شككنا شوية في الموضوع بدأنا نحس ان الفيلم هيبقى فيه تويست جامد، موضوع الست اللي هو كان اما شافها بالذات في محل اللحظة دي لما شافها في محل الملابس، ويعني زي ما تقول كده بكت وجريت، قلنا في حاجة معينة وفي يعني تويست كبير هيحصل في هذا الفيلم، وان كان يعني هو كان خفي التويست ده وكان غير متوقع بشكل كبير. كمان كانت من العلامات كده او الدلالات برضو ان في حاجة غريبة في الفيلم، هو كان جملة قالها تحسين، قالها ليه ميمات، يعني كان عمال يكلمه عن الولد ودار الحوار بينهم كان حوار قوي جدا، يقول له يعني اكيد الام بتدور عليه، يقول له طب ما كل اللي معانا دول اللي هم شغالين في جامعة القمامة يعني امهاتهم سابتهم ومبتدورش عليهم ومش عارف ايه، ومش كل ام ممكن تكون بتحب ابنها بالشكل اللي انت متخيله. طبعا هي يعني هنا بقى كان كأنه حوار مع الذات، يعني ميمات بيحاول يبرر هي ليه امه سابته زمان، وكان كمان متعلق جدا بالصورة اللي كل شوية يمسكها واللي كان عليه قطعها كده في لحظة وهو كان بيشم الغراء وهذا الكلام، ولكن طبعا اتضح ان هو نفسه اللي كان قطعها، وطبعا قالي ده ما كانش ليه وجود. فكانت من العلامات بقى الدالة هنا ان كان يعني تحسين كان بيقول له انت مريض، طبعا هو هنا بقى كان ممكن تاخدها بمحملين، قصده على المرض بتاع اللي عنده الكلى والكبد وكده، ولا مريض بطريقة تانية. انا جيت عند اللقطة دي كده وقلت مريض هو يقصد حاجة تانية، هو شكل فعلا ان هو عنده مشكلة نفسية او عقلية وانه بيتوهم، يعني يمكن هي اللحظة دي كانت دالة شوية اكتر من موضوع الست اللي هو كان بيشوف فيها وجه الام. وطبعا شفنا بقى التعلق يعني قد ايه بالولد كان متعلق بيه بشكل كبير جدا، يعلمه السباحة ويخليه يطفي الشمع في التورتة ويتمنى امنية، وهي نفس امنيته ان هو يلاقي الام، ودي حتى اللي كان عامل قائمة كده للامنيات برضو كان كاتب اول حاجة فيها، وشفنا صورة وهو بيعلم كده بالقلم ان اول امنية ان هو يجد الام. وفي لحظة برضو كان وهو في محل ما فالولد كان بيستغيث بيه وجري وبدأ يصارع الناس ويعني عايز يعرف مين اللي كان بيحاول يخطفه، وكان ده برضو بيعبر عن خوفه الداخلي وقلقه في المراحل اللي عدى بيها في طفولته انه كان يتم مثلا اختطافه من امه. وكانت لحظة مؤثرة جدا، وامه بتحطه في صندوق القمامة وبتودعه، كان وداع صعب جدا، والنهاية بقى هو يعني كان برضو بيمسك الصورة، عرفنا بقى سر الصورة اللي كنا كل شوية نشوفها في بداية الفيلم، الصورة اللي بتجمعه هو وامه، وطلع بقى ان هو اسمه محمد علي ميمت علي، فالشخصيتين دول واحد، او ان يعني علي الطفل ده ما كانش ليه وجود ولكن كان بيجسد كل المراحل والمعاناة اللي عاناها وهو صغير لحد ما كبر. وكانت كمان من اللحظات الصعبة جدا في هذا الفيلم كان في برضو ولد يعني كان بيتمنى اثناء حفلة عيد الميلاد اللي هي عاملها كده حفلة وهمية عشان يبسط هذا الولد، زي ما كان برضو في جلسة الاستحمام وهذا الكلام، فكان عامل التورتة وكده، فولد كان قال ان هو يتمنى ان هو يموت لان امه يعني ماتت وهو صغير فمش هتعرفه لو كبر. كانت برضو لحظة مؤثرة جدا وكلمة صعبة قوي يعني من هذا الولد وامنية ان هو يموت. فبصراحة تمثيل الممثل اي دور ميمات زي ما قلنا كان في الدور ده 10/10، تمثيل ممتاز جدا، وخصوصا في اللحظات الختامية لما دخل بيت الراجل والست العواجيز دلوقتي اللي هو كان بيت الطفولة بتاعه، واللي كان يعني بيقوم زوج الام بضربه ضرب مبرح، فكان كل امنيته انه محدش يمر بهذه المأساة، وانه يحاول يخلي أليه يعيش حياة تانية مختلفة، وكأنه هو يعني ده طبعا تجسيد لنفسه ان هو كان يتمنى ان هو يعيش هذه الحياة المختلفة ويتعلم السباحة ويطفي هذه الشموع ويروح اماكن مبهجة، كل ده كان بيتمناه لنفسه، فكان طبعا يعني شفنا بقى ان هو بيعمله لألي اللي هو الطفل او هو نفسه وهو طفل. واحد من الافلام المميزة التركية جدا، وانصحكم بالمشاهدة، واشوفكم على خير ان شاء الله في الحلقات القادمة، ومع السلامة.